مرحبا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم في برنامج أهل المدينة، نطرح فيه قضايا ونحكي حكايات المدينة ونتحدث عن شخصيات لها بصمتها في الإبداع، فأهلا ومرحبا بكم. تشاهدون في هذه الحلقة: المؤسسة الثقافية غياب قصري في مشهد الحرب، معالم سمكية قادمها الزمان وغيبها الإهمال، كرسي ذكي محلي الصنع يفوز بالمركز الثالث في المعرض الوطني للاختراعات. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في أولى فقراتنا جولة إخبارية سريعة نناقش فيها أهم ما حدث خلال الأسبوع. اختتم في العاصمة المؤقتة عدن مشروع التمكين السياسي للشباب نحو السلام الذي انطلقت فعالياته في فبراير العام الماضي بمشاركة شبابية واسعة من مختلف التوجهات السياسية. المشروع مر بثلاث مراحل رئيسية وتمخض عنه تشكيل 4 مبادرات طوعية للتوعية بقضايا مجتمعية ذات علاقة ببناء السلام ومحاولة إيجاد حلول لها. نفذ العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظتي لحج وعدن وقفة احتجاجية للمطالبة بمخصصات مالية وصحية، قالوا إنها موقوفة منذ نحو 2 عامين. المحتجون شكوا من تجاهل وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق المعاقين لمطالبهم المتكررة وحرمانهم من حقهم في التعليم والرعاية. لا تقوم نهضة وطن إلا بمثقفيها. التغيب المتعمد للمشهد الثقافي في عدن قضيتنا لهذه الحلقة. الأوضاع الغير مستقرة في اليمن عموما وفي عدن على وجه الخصوص أثرت على المشهد الثقافي وأفرزت واقعا لا ينسجم مع المجتمع ولا يساعد على تطبيع الحياة الثقافية فيه. مع الأوضاع، مع الناس استوت، ما عاد تفكرش بحاجة اسمها ثقافة. لما تقول في مكان في احتفالات في الناس مع التهم زي زمان، كنا لما نسمع في مكان في حفلة نروح كلنا، نحن النسوان نروح قبل الرجال، لأنه كان في لنا رغبة ونشتي نفرح. الحالة الثقافية في المدارس والجامعات معدومة نهائيا، بل محاربة، بل هناك جهات تحاربها على يعني نشوءها أو يعني إجراءاتها. مستلزمات العمل تكاد أن تكون الأشياء صفر، والسبب أنه مخصصات المكتب المصرحة أو المكتب قليل جدا، لا يتناسب وحجم، برغم أنه عندنا صندوق التنمية والتراث يفترض يستغلونه استغلال صح في كيف ترفع من مستوى الثقافة، لكن استغلال صندوق التراث في جوانب أخرى. الأحداث التي مرت بها اليمن ما بعد ثورة الشباب وما سبقها من الفراغ الثقافي الذي أحدثه النظام السابق لم يتسبب في انتكاسة ثقافية وحسب، بل غيب دور المؤسسات الثقافية وحجب كافة أشكال الدعم عن الأنشطة الأدبية. أول كان صراحة شوفي، كان فكر ثقافي كبير بالثمانينات لما التسعينات، كنا نسوي معارض الأكلات الشعبية، إني كنت أشارك دي الحاجات كمفهوم. طبعا الآن الثقافة في ركود، مكتبنا هذا ما لهش يعني إلا إذا في احتفال، إذا في تأبين، واحد من الفنانين مات نذكره. الثقافة ما عندوش مكتب، طول ما عندوش مكتب، والمفروض يكون معه قصر ثقافي مش مكتب. ما عندناش مسرح، يعني مسرح ما يسمى مسرح، كل الموجود معانا قد أكلها الزمن المسارح. المثقف اليمني هو الآخر تأثر بالأحداث وتداعياتها ووجد نفسه منشغلا بالهم المعيشي ومثقلا بتركة من المشكلات والقضايا المزمنة التي لا توفر له الأمان ولا تساعده على الإبداع. يعني تتصور الفنانين حقنا، ابحث عن رواتبهم، كم الراتب حقه، بتجدوا مبالغ زهيدة جدا، يعني يخدم البلاد هذه من يوم ما بدأ لما ينتهي، وعادوا بعضه يموت وراتبه موقف. الأسرة نفسها أنا حصر فيها العمل الثقافي الإبداعي، إذا وجدت في أسرة مثلا رسام أو مسرحي أو عنده يعني إبداع قصصي أو شعر، يحارب من الأسرة نفسها، يقول له أنت مجنون، روح اشتغل لك حاجة بتاكل. يعني ينظروا إلى الإبداع، يعني حتى الإبداع الرياضي يقول له أنت مجنون، يعني روح تدور لك، حمل لك حجار أفضل لك.
اللافت في هذا المشهد أن قضايا الثقافة ومشكلاتها تحولت إلى تركة ثقيلة يتوارثها مسؤول عن آخر من دون تقديم حلولاً جذرية لها، لا على المستوى القريب أو البعيد. عدة سنوات ونحن على هذا الحال، كل ما يجي مدير جديد يقول بنعمل كمبيوتر، بنخزن معلومات، بنعمل، وفي الأخير ما حدش يعمل ولا شيء زي ما أنتم شايفين. في تقصير من كل الجهات، أكان المكاتب حق الثقافة، أكانت الوزارة، يعني تصور هذا المكتب عمره ما زاره أي وزير. الوحيد اللي زار هذا المكتب هو خالد الرويشان. بالأمن من 2018 بتشوفوا حاجات كثيرة، البيت العدني اللي من مجلس التشريعي، معانا المعهد، بس في قليل كذا مع الاسبوع كذا يدوا الاستاذ، لكنه يروح شوف صراحه يروح يداوم، يعني بدعوا ينشطون. الاستاذ عارف عبد الله توي، مدير مكتب وزاره الثقافه في العاصمه المؤقته عدن، اهلا ومرحبا بك اليوم معنا في هذا اللقاء. استاذ، بدايه تسلمتم مكتب الثقافه بعدن في فتره قريبه، كيف وجدتم الوضع في المكتب؟ اولا اشكر قناه بلقيس على هذه الاستضافه الطيبه. طبعا انا من متابعين القناه يوميا، أتابع كل أنشطتنا الثقافية والإخبارية، ونحن في مكتب الثقافة محافظة عدن المؤقتة. نحن طبعا استلمت المهام إدارة الثقافة في محافظة عدن من 5 أو 6 أشهر تقريبا الآن. وأول ما بدأت استلام المكتب طبعا كانت في كثير من المعوقات والمشاكل اللي واجهناها، أسبابها تعود إلى الحرب اللي كانت دائرة في البلد للأسف شديد يعني. وبدأنا أول قبل كل شيء تأسيس المكتب وإعادة العمل الإداري في مكتب الثقافة محافظة عدن والفروع التابعة للمكتب طبعا. وحاولنا الآن يعني إلى هذه المرحلة الآن طبعا بدعم من أستاذ مروان وزير الثقافة الذي بذل كل جهد معانا في أن نعيد النشاط الثقافي لمدينة عدن. فكانت طبعا فرصة أن نحن يعني نعيد لعدن دورها الريادي في الثقافة والفنون. وطبعا أنا أشكر الأستاذ مروان دماغ وزير الثقافة على تحت هذه الفرصة ومحي هذه الثقة. فنحن أملنا كبير جدا بمستقبل قريب إن شاء الله بالعافية أنه نعيد نشاط مكتب الثقافة محافظة عدن. نعم، نريد أن نعرف ما هي بالضبط مهام مكتب الثقافة بعدن. طبعا مكتب الثقافه عدن له مهام كثيره جدا، وخاصه انه مكتب الثقافه الان له مش بس فروع ثقافيه، بالعكس احنا عندنا مكاتب في كل مديريات محافظه عدن. المكاتب هذه مهامها هي انه اعطاء تراخيص للمكاتب الفنيه، المكاتب الفرق الفنيه، تشجيع الفرق الفنيه، اعطاء منح او فرص خاصه بانها تقوم بعمل نشاط ثقافي في مدينه عدن. وطبعا نحن مسهلين كثير من الامور الان، بدانا بتسهيل الامور خاصه التراخيص الثقافيه لكل الفرق الفنيه بشكل عام. ومن ضمن العمل الذي يقوم مكاتب الثقافه هو حصر الفنانين خاصه منظمات المجتمع المدني. فمن مهامنا نحن كمكتب الثقافه مش بس نحن ندير في اداره انتاج الفنون، مثلا معنا فروع هناك يعني واقسام هناك، في قسم المسرح، قسم فنون تشكيلية، معنا قسم الموسيقى، قسم الفنون الشعبية، الفنون الرقص يعني، وقسم الأكروبات معنا، مثلا قسم الطفل معنا. هذه الآن الأقسام مش بس هي نحن كمكتب مهامنا فيها، إنما مهامنا هو المنظمات المجتمع المدني، نحاول أن ننعش هذه الفرق الفنية في المجتمع المدني لمواجهة ومجابهة للأسف الشديد الشيء الدخيل على عدن اللي هو التطرف و الفكر حمل السلاح والقتل، ويعني اشياء دخيله علينا نحاول عبر مكاتبنا هذه اللي موجوده الان في فروع محافظه عدن ان نواجهها بكل المستطيع. نعم، تحاولون يعني تنميه ثقافه الاختلاف وقبول الاخر كذلك في عدن. هذا من المهام الاساسيه لدينا الان، هو انه كيف نحن نستطيع ان نواجه هذه الثقافه الدخيله، ثقافه حمل السلاح، ثقافه القتل، ثقافة الإرهاب أو التشدد اللي لا داعي له أصلاً. نعم، وعدن لم تشهد هذه الأشياء طبعاً على فكرة من قبل. نعم، هي عدن مدينة التعايش معروفة منذ قدم الأزل كذلك. بالضبط، ولذلك نحن نرى أنه عدن يجب أن يعود لها الدور هذا الآن، والذي بدأنا فيه بالفعل يعني، أنه وزير الثقافة فتح صندوق الآن، عاد أنشئت صندوق التراث. مهام هذا صندوق التراث هو إحياء الفنانين وإعادة دعمهم
بحيث أننا نستطيع نعيد نشاطنا من جديد. نعم. فهذه اللي نحن الآن نسعى إليه هو أن أول المنظمات المجتمع المدني، لأنه الحواري أو الحياة الشعبية في مدينة عدن في المديريات الثمان اللي موجودة في مدينة عدن، كيف نستطيع أن نخترقها بالثقافة والفنون والأدب والمسرح والأكروبات. فحتى أنا أدخل إليهم لابد أن تتوفر لدي الإمكانيات التي أستطيع أن أدخل لهم. أستاذ عارف، في ظل هذه الأوضاع التي ذكرتموها والأفكار المتشرذمة الغريبة التي بدأت تظهر في المجتمع، كيف ترون الثقافة اليوم في عدن؟ الثقافة الآن للأسف شديد، يعني إيش أقول لك، يعني مثلا أنا لما عملت مسح شامل لمدينة عدن من ناحية الثقافية، أول قبل كل شيء الفنانين في مدينة عدن تعرضوا لثلاثة أشياء. أولا الحرب دمرت، يعني أحبطت الكثير منهم، هذه الحرب ما تكون شيء فوق طاقتنا نحن. ثانيا مجموعة كبيرة تحولوا على المعاش. ثالثا مجموعة يا أما أنه قريح، يا أما أنه مريض، يا أما أنه ما يستطيع أن يواصل. لذلك إحصائيا أن تقريبا 80% من فنانين مدينة عدن الآن خرجوا عن جاهزية، شبه خروج عن جاهزية، بحيث أننا نستطيع استخدمهم أو أعيدهم أو ننشطهم أو نكافئهم مثلا إلى العمل الثقافي، ولكن هذه مسألة فيها شيء من الصعوبة. فليس لنا مجال إلا عودة واحدة، هي النظر إلى الشباب بالجنسين. فإذا تريد أن ترجع للشباب، أولا عليك أن تنهض بالفرق الموجودة في مدينة عدن، ثانيا استقطابهم إلى معهد جميل غانم وافتتاح هناك فروع، ولهذا الآن افتتحنا فرع برئاسة أستاذة أنيسة أنيس، فرع الفنون الشعبية، فرع الفنون الشعبية والباليه لأول مرة من 30 سنة. يعود هذا النشاط اللي كان موجود منذ الثمانينات في مدينة عدن، تصور أن الباليه كان موجود. الآن عدنا نشاط الباليه ونشاط الفنون الشعبية، نرجو أن قناة بلقيس أن تنزل معنا إلى المعهد وتشوف هذا القسم الجديد اللي افتتحناه. بيكون جنبه إذا نقسام قسم الموسيقى، بيكون من جنسين بنات وأولاد، لأول مرة بيكون مدينة عدن فرقة قومية من الذكور والإناث، وبتكون معنا فرقة إنشاد جديدة. كل هذه الفرق من فين بنجيبهم؟ من مديريات محافظة عدن، كفرق جديدة لأول مرة ننشأها في معهد الفنون الجميلة، ثم تعود نشاطها إلى إدارة إنتاج الفنون في مدينة عدن. نعم. ثم مكتب الثقافة بيقوم بعملية تنشيط العمل الثقافي. هذه بحاجة إلى وقت، بحاجة إلى 2 إلى 3 سنوات. إضافة إلى الوقت، ما هي أيضا الصعوبات والمعوقات التي تعترضكم لتحقيق كل ذلك؟ هناك صعوبات حقيقية. أولا قبل كل شيء يجب أن الدولة تفهم شيء واحد، أن إدارة الأمن في مدينة عدن إذا أنا بصرف عليها الملايين من أجل أن أثبت الأمن، لا تستطيع أن تثبت أمن في مديريات العقليات المتطرفة موجودة. نعم. أنا بحاجة إلى مبالغ الدعم المادي أن أستطيع أن أنشئ فرق هذه ونخترق المدن هذه وأعين الحكومة على إعادة الفن الثقافة. يا أخي أنت معك في كل حياة 6-7 مساجد، ما عنديش مشكلة، هذا ديننا الحنيف لا يؤمر بالإرهاب، لا يؤمر بهذا التشدد، لكن شبابنا لم يجدوا تحت مبدأ تغيير الفكر يغير السلوك. صعب جدا أصلا. أولا علينا تغيير الفكر ومن ثم السلوك. لابد أن نرجع للمديريات التي أصيبت بالحرب بالمشاكل. الآن هناك الرصاص موجود في كل مكان، السلاح موجود في كل مكان، القتل موجود في كل مكان، كيف أنا بعيد نشاط الثقافة في مدينة عدن إذا الدولة لا تلتفت إلي؟ يعني وزير الثقافة قدر اللي يقدر عليه، يعني كم بيقدم؟ يعني فتح صندوق الثراث بس فقط لتنشيط الشباب اللي قادر يتحرك يعمل شيء. يعني مع هذا وذاك نحن جينا على تركة ثقيلة جدا، يعني ولذلك نعاني مشاكل كبيرة. نعم. نتحدث قليلا عن الميزانية التشغيلية المرصودة لمكتب الثقافة في العاصمة المؤقتة للبلاد. طبعا الميزانية التشغيلية الآن على حسب قرار رئيس الوزراء أنها سوف تكون ميزانية 2014، وفوق إضافة مبلغ مش عارف، يعني إضافة نسبة في 120% تقريبا. هذا اللي الميزانية التشغيلية الثقافة غير مرفق آخر. أنا لست مرفق مياه، إدارة عامة المياه ولا مرفق من أي مرافق، أنا إدارة ثقافية، أنا بحاجة إلى ميزانية تنشيط ثقافة. ما عنديش ميزانية، أنا عندي ميزانية تشغيلية، أجيب كتب ورق مكتبية ولا المواصلات للموظفين، فصار يعني أنا أخذه من الموظف أكثر من أخذه من المثقف. يعني المثقف اللي موجود في ثقافة عدن لا أستطيع أخذه لأنه ما عندي ميزانية أصلا. فالدولة يجب عليها أن تلتفت لهذه الأشياء البسيطة
بأن تعمل ميزانية تشغيلية قادر نحن نتحرك في مديرية عدن. طبعا نحن كمكتب ثقافة نتبع المكتب التنفيذي للمدينه لمحافظة عدن. محافظ عدن الى الان للاسف الشديد انا اقولها بصراحه يعني لا يتعامل معنا كمكتب. كل اللي نتعامل معهم مع محافظ عدن انه نحن نتعامل فيما بيننا وبينهم، تعالوا معنا اجتماع اروح معك اجتماع، ايش اعمل لك انا؟ اعمل لك في المحافظه تقصد؟ في المحافظه عدن الان. نعم انا الان تقريبا البلد من دون محافظ. لا، القائم باعمال محافظ عدن الان موجود عمليا وعنده صلاحيات كامله من قبل رئيس الوزراء. فنحن كمكتب يعني كمحافظ عدن ما يتعاملوا معنا كمكتب. نحن للأسف شديد يعني نتعامل مع من إذن؟ يعني هناك في مكتب الثقافة في مكتب المحافظة فيني يتعامل باسم مكتب الثقافة. طيب ونحن دورنا إيش يعني؟ أغلق المكتب بقفله يعني؟ مش معقول كلام هذا. لذلك نحن بأمس الحاجة إلى مني يمد يده إلى الثقافة في مدينة عدن. بعدين ترجع تصيح تقول لي إرهاب مرهاب. ما لا، طب أنت انظر للثقافة اللي موجودة عندك، ثقافة الإرهاب، ثقافة القتل. صحيح. يعني ما تركبش المسألة هذه، يعني هنتحمل المسؤولية ليش يعني؟ ساعدونا احنا وقفوا معنا. نعم. أستاذ، ما هي خطتكم القادمة لتطوير الثقافة في عدن؟ طبعا احنا طرحين خطة مهمة جدا. الخطة أول قبل كل شيء هو النظر إلى الشباب. ننقذ عدن من الفكر الذي سحق الشباب في عدن. هذه هي الخطة الأساسية التي نحن الآن نسعى إليها. نعم. هو تنشيط اولا المجتمع المدني، الفرق الفنيه الثقافيه نحييها. نحن مستعدين نوفر حق المواصلات، حق النقل، ونسعد نوفر قاعات، نوفر الكهرباء، نوفر من اي مديريه من مديريات نعمل من حامل تنشيط، لكن بحاجه الى دعم. هذه الناحيه الاولى. ثانيا نعيد الثقافه اللي هي الفرق الفنيه، الكروبات، فن الموسيقى، فن المسرح، نعيدها من جديد في معهد جميل غانم. هذه هي الخطط الاستراتيجية الأساسية التي الآن نطرحها بإذن الله. هل فكرتم مثلا بعمل تنسيق بينكم وبين مكتب التربية بعدن، باعتبار يعني أن الطلاب، طلاب المدارس وكذلك أيضا الجامعة، يعني رئاسة الجامعة وطلاب الجامعات، ممكن يعني تكون هناك منهم مخرجات فنية؟ المشكلة لما تكون الرؤية معدمة. تعيش معنا الرؤية المعدمة؟ يعني نحن كمكتب ثقافة نتعامل مع معهد جميل غانم. معهد جميل غانم في فروع في داخل في المعهد، في او في الشعب او في اقسام داخل معهد جميل غانم. كيف استطيع انا اخترق المدارس بينما كان في عام 1983 كنا نلتحق الى المعاهد باستماره خاصه من معهد جميل غانم؟ نعم، كنا زمان. الثقافة الفنية أو الفنون في المدارس معدمة. كلها اللي تقام الآن في المدارس هي نشاطات فردية شخصية. لكن نحن نريد أن التربية الفنية، الموسيقى، الرسم والمسرح، أن يفعل في إدارة التربية والتعليم. نعم. حتى أستطيع أنا أن أخرج الحين كلية الهندسة مثلا في عدن. معمار. ما يلتحق الطالب في كلية معمار إلا يتعلم رسم. لازم يتعلم رسم. إذا ما راح مع الفنون يدرس، كيف انا بخرج مهندس معماري اللي يعرف الرسم؟ اذا دور الفنون بين هو هذا دور الفنون. التحق بكليه الاداب قسم الاثار لازم يكون رسام. اذا لا يعرف الرسم لا يستطيع ان يرسم اثار ينقلها نقل. الاقسام الاخرى في قسم الاداب كلها تعود اساسا للفنون. انا كيف انا استطيع يعني اخرج شاب متعلم مثقف فنان روح الى الخارج الان تلاقي رئيس دوله يعزف يرسم يغني، لانه هكذا تربى من دون المدرسه. اذا كان نحن نريد ان نفتح معهد الفنون، نفتح الاقسام، علينا ان ننظر الى وزاره التربيه والتعليم الذي هم الان قائمين عليها ما عندهم هذه الرؤيه، بينما كان موجوده ايام يسمى الحزب الاشتراكي قديما في الثمانينات وفي السبعينات كان موجود. ليش؟ لانه الاستعمار البريطاني كان عنده هذا البرنامج وظل مستمر عليه الى عام 91. تم الغاء هذه الفكره. لماذا؟ لانه تطرف الفكره، تطرف اللي دخل الدوله ساق هذا البرنامج بالغاء التربيه الفنيه في المدارس، ان هذا حرام وان هذا لا يجوز، وان واسبق التربيه الدينيه اكثر. والان نحن نستلم وحتى التربيه الدينيه اثبتت فشلها في ويا ريت التربيه الدينيه يعني نجحنا فيها، ونحن نجري ثمار
ما زرعنا لا عنب الشام ولا عنب اليمن ولا بلحشم. أستاذ أعرف ما هو يعني مستقبل الدراما أو كيف ترون الآن قبل المستقبل وضع الدراما والتمثيل في عدن؟ طبعاً إحنا قمنا برحلة إلى مصر بدعوة من وقتها دولة مصر العربية إلى وزير الثقافة. وزير الثقافة يريد أن يعيد شيء اسمه فنون ولكن بطريقة متطورة، وكان من ضمن البرامج اللي رحنا منها هو الدراما. عندنا أزمة حقيقية في الدراما. تعرفي إنه أكثر القصص اللي موجودة عندنا لو عملناها أفلام ولو وجدنا من يخرجها دراميا وإذا كنا أغنى دولة بهذا الشيء من كثر المشاكل اللي دي عندنا أصلاً. نحن نعاني ما حشعانا في الوطن العربي قد ما نعانيه نحن. نحن يعني إيش أقول لك يعني؟ نحن طلبنا خبراء من مصر أن ياتوا يعلموا شبابنا الدراما أقل شيء يعني، على الأقل نحن نستطيع أن ننتج أشياء مستقبلاً. الآن أنا شفت أغلب الأفلام الوثائقية اللي تنتج بكلية الأدب أو تنتج بده ضعيفة حتى من هذه الجوانب. لأن هي إمكانيات طلابية لا أكثر يعني. طلابية، لكن نحن نريد أن معهد الفنون، أن قسم الدراما هناك في معهد الفنون أن ينشط بقوة، أن خبراء من مصر يدخلوا معنا في هذا المجال يعني وينشطوا ويعيدوا. طيب مثلا الآن إذا كان في عمل درامي مثلا قادم أو أشخاص يريدون عمل يعني عمل درامي هادف، هل ممكن أن يمولهم مكتب الثقافة؟ مكتب الثقافة حسب الموازنة اللي طرحتها الدولة صعب. صعب لأن الدولة ما حمل حساب هذا الشيء. يعني إيش نعمل له؟ يعني نأخذ من قسم فلوس الصيانة يعني مثلا؟ ممكن بدل ما نصلح المكيفات اللي خربان يعني بأخذها وديها الدراما، لكنه مش حل، مش جواب للموضوع هذا. أستاذ عارف الكثير من الممثلين الآن يعني يعملون حتى بعضهم في قطاعات خاصة، مثلا في حال وجود أي مشكلة أو اختلاف على استلام ما اتفق عليه من الأجر، ما هو دور وزارة الثقافة مكتب وزارة الثقافة بعدن؟ طبعا احنا في مكتب الثقافة عندنا قسم اسمه قسم المصنفات الفنية. قسم المصنفات الفنية له دور كبير طبعا في مدينة عدن. للأسف شديد الإيرادات التابعة لقسم المصنفات الفنية كله راح للمحافظة، لهذا الأسف شديد يعني. نحن لا يدخل للمكتبنا شيء منه. ومع هذا وذاك نحن منافذ الدولية الداخلية يعني مثلا من عدن معك من مطار عدن، نحن المنافذ هذه مسيطرين عليها كمكتب ثقافة أن أي شيء يدخل يخرج لازم يكون بترخيص مننا. الفرق الفنية نفس القصة، نحن نعطيها رخص أو النقيز لها العمل، نعطيها حقية العمل. حتى الممثلين يعني ياخذوا منكم ترخيص انه ممثل يصبح؟ لا بحقه هذا لا طبعا. نحن بس الفرق المؤسسات او الجمعيات او المنظمات اللي تريد ان تفتح مكان للفنون والثقافة من ضمن الشروط اللي مطروحه الحفاظ على حقوق الفنان. في حاله ان الفنان قدم شكوى على هذه المؤسسه او هذه اداره او هذه منظمه او لده يحق لنا ان نوقف عليه، نرفع عليه شكوى الى اداره مصنفات يرفعها الى نيابة الأموال العامة للحفاظ على حقية الموظف، إن هذا الموظف تعرض لحق الفكري الأدبي لم يعطى حقه المالي، بس بشرط إن الفنان يقدم أوراق وثبوتيات على المؤسسة بهذا الشكل. في بعضهم يروحوا يشتغلوا يقول لك يعني باب الصداقة يعني، لكن عقود واتفاقية ما يعملش، لكن إحنا لا نتدخل بهذه المسألة إلا إذا كان في أشياء موقعة ما بينهم الاثنين، نحن نتدخل قانونيا مع نعم تصبح شكلها قد شكل قضية أخرى كمثل بقية القضايا. نعم قضية ونوقف عمل المؤسسة ونرفع على شكوى المؤسسة للمحافظة وللمديرية بتوقف أو بإغلاق المكان. أستاذ عارف اليوم يعني كلنا ندرك أو المراقب للوضع الثقافي يدرك بأن النتاج الفكري ضعيف جدا في عدن بسبب أسباب معروفة وكذلك لأسباب ذكرتموها كالحرب وغيرها من الأسباب. ما هو دور مكتب الثقافة بعدن لإثراء الثقافة مرة أخرى في العاصمة المؤقتة عدن؟ نحن كمكتب ثقافة نعاني من مشكلة كبيرة للأسف الشديد، وأقولها أكثر من مرة قلتها أنا في منتديات، إنه عندنا منتديات وعندنا جمعيات وعندنا بتقولي يعني ناس متخصصين في قصة قصيرة في مسرح، كل واحد يشتغل لوحده، كل واحد يغرد بليله على كيفه يعني، لا يرتبطون بمكتب الثقافة ولا نحن مرتبطين بهم أصلا.
لانه نحن كل اللي نريده، لان هذا كل المنظمات يعني الجمعيات الثقافيه اللي موجوده في معدن، خاصه منظمات المجتمع المدني، مثلا في واحد معه مثلا فرقه خاصه للمسرح مثلا، يعمل نشاط ويعمل فنون بدون الرجوع الينا وبدون حتى يعمل لنا دعوه رسميه للحضور. ما هي عواقب عدم العوده اليكم يعني، او عدم التنسيق مع مكتب الثقافه؟ هناك حاجتين، في شيء يقول لك لا انا حر، انا حقي هذا ما له علاقه، هذه مشكله. والمشكله الثانيه لا توجد عنده رؤيه انه هذه مؤسستك نحن ممكن ننشر لك اياها، ممكن تساعدك في المجال ده. يعني مثلا انت عندك مثلا اليوم فعاليه، مثلا جمعيتك معها فعاليه، مثلا انا كمكتب بعمل لك اعلان، دعوات بعمل لك، بس بعمل لك دعوه بمحافظه عدن، بعمليات غرفه محافظه عدن، يعمل دعوات لكل المؤسسات. انا بوقف معك بجانبك، انا بوقف، لكن لما تعمل انت في غرفه مغلقه تضيع مجهودك وتضيع امكانياتك وتضيع الناس اللي معك. نعم استاذ عارف، ما رايك بتسييس الفن وعنصرته؟ شبي ما في دوله في الوطن العربي الا وثقافتها قائمه على سياسه الدوله. نحن زي الايتام مش عارفين نروح مع من، هذه حقيقه يعني. ولكن مع هذا وذاك، مع ذاك لا توجد طبعا سياسه للدوله الان واضحه معالم، ولكن نحن كان على اساس انه سياسه الدوله ان الدوله تدعو الان تسعى الى دوله، الى الدوله الاتحاديه، ونحن نتمنى ان يتحقق هذا الشيء، يعني ان تكون نحن دوله اتحاديه، تكون لنا كيان يعني. يبدو ان الظروف السياسيه الموجوده الان مش واضحه بالنسبه لنا كثقافه، مش عارفين اي شيء يعني. بس في استراتيجيه نحن نتبعها الان في المكتب، اللي هو محاول مجابهه الارهاب، الفكر المتطرف، وانقاذ شبابنا واحياء الفنون عبر هؤلاء الشباب. كل اللي نستطيع عليه الان هو هذا. الاستاذ عارف عبد الله التوي، مدير مكتب وزاره الثقافه في العاصمه المؤقته عدن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. معالم سمكية كان لها دور في ازدهار مهنة الصيد قديما في عدن، لكنها اليوم باتت بقايا أطلال. فيما تبقى من أطلال لمرسى قوارب، تحكي هذه المعالم السمكية عن دور حيوي عرفه الصيادون حتى وقت ليس بالبعيد في منطقة فقم غربي مدينة عدن. في أواخر ثمانينيات القرن الماضي شهدت منطقة فقم الساحلية إنشاء أول مصنع للثلج المجروش كمنحة من إحدى المنظمات الدولية الداعمة للمجال السمكي. وفي مساحة محدودة تم تأسيس المصنع وفق معايير جغرافية وأخرى علمية تضمن سلامة معدات المصنع الذي كان يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 10,000 طن يومياً. المصنع كان يعمل بثلاث مكائن تقوم بإنتاج الثلج المجروش بطريقة حديثة بدلاً عن طريقة الأحواض التقليدية. في مصنع الثلج كان يتم غسل الأسماك بالماء البارد واستبعاد الطبقة اللزجة منها لتفادي التلوث الميكروبي حسب ما ذكر الصيادون. يتم بعدها وضع الأسماك في صنادق خاصة تغطى بالثلج بحيث لا يزيد وزنها في الصندوق الواحد عن 20 كيلوغراما. استمر نشاط مصنع الثلج طيلة فترة عمله، حيث كان يزود الصيادين بقوالب الثلج المجروش
مسهلا بذلك عملهم في الحفاظ على المنتوج السمكي فور استخراجه من أعماق البحر حتى لا يتعرض للتلف تحت حرارة الشمس لضمان بقائها صالحة للاستهلاك غذاء للإنسان. جانب مصنع الثلج كانت توجد ورشة فنية لصيانة قوارب الصيد وهو ما ساعد على انتظام مهنة الاصطياد وازدهارها في منطقة فقم. في هذه المساحة المحدودة كان صيادو فقم وما جاورها من المناطق الساحلية يتزودون بالثلج والوقود والحصول على معدات الاصطياد ويعمدون إلى صيانة قواربهم مجانا أو ربما بأسعار رمزية تؤمنها لهم جمعيات الاصطياد السمكي. وبعد أعوام قليلة توقف العمل في المصنع وتدهورت المكائن فيه نتيجة لتوقفه غير أن الإهمال الرسمي أوصل هذا المعلم السمكي إلى هذا الحال وغيره كثير من المنشآت التي لم تعد سوى بقايا أطلال وشواهد على أسوأ عملية تدمير شهدتها عدن. بسبب ما خلفته الحرب الأخيرة من إعاقات دفعهم إلى ابتكار ما سموه بالكرسي الذكي. وجه المدينة لهذه الحلقة الفائز بالمركز الثالث في معرض الاختراع والإبداع الذي استضافته العاصمة المؤقتة عدن. بدأ كل من مريم عبد الحكيم ومحمد أحمد وريهام عيدروس فكرتهم في اختراع كرسي لذوي الاحتياجات الخاصة مزود بأحدث التقنيات كمشروع تخرج حصدوا فيه أعلى الدرجات في كلية الهندسة قسم كمبيوتر والمركز الثالث في المعرض الوطني الأول للاختراع والإبداع الذي استضافته على مدى أيام العاصمة المؤقتة عدن. فكرة المشروع أجت أنهم بعد الحرب والأضرار اللي سببتها في بعض الأشخاص فقدوا أرجلهم وأيديهم وأصبحوا معاقين يعني، فإحنا حاولنا أن احنا نساعدهم على حركتهم وكذا وتكون حياتهم أكثر طبيعية نوعا ما، فأجت الفكرة من هذا الشيء كيف أن احنا نقدر نخدمهم. عملنا الكرسي طبعا حاولنا احنا نعمله من مواد بسيطة جدا بحيث أنه ما يكونش مكلف واستخدمنا حدايد ومن يعني الخردة الحديد والعجل وكذا، وبدأنا نبدأ من خطوة خطوة بالبداية لحمنا وكذا، بعدين أجينا بالبرمجة. هو بالبداية كان عبارة عن روبوت، فكرنا إن إحنا كيف نتحكم فيه عبر الصوت هذه، بعدين حبينا نحوله من روبوت يعني حق أطفال إلى كرسي متحرك يعني حقيقي يستخدمه المعاقين. فطبعاً كانت من أهم الميزة كمان إنه عملنا من مواد بسيطة أصبحت تكلفته قليلة يعني يعني حوالي كامل كلف إحنا 60,000 مع البرمجة مع القطع. استقى المهندسون ثلاثتهم فكرة الكرسي الذكي من أحداث حرب ميليشيا الإنقلابيين على عدن والتي تسببت بالكثير من حالات الإعاقة الدائمة، فأراد هؤلاء مساعدة المعاقين من أبناء مدينتهم وتعويضهم شيئا مما فقدوا وبسعر مناسب. كانت الخطة أن كيف نقدر نخدم هؤلاء الناس، هذا الطبقة الضعيفة من الناس، باستخدام المعلومات والعلم اللي تحصلنا عليه في مسيرتنا التعليمية خلال 5 سنوات. ففي البداية يعني حاولنا نضيف للارتيفيشال انتليجنت الاي اي الى كيف ممكن نستخدم هذا العلم لخدمة هؤلاء الناس. كان في البداية عبارة عن كرسي، هذا الكرسي حاولنا إدخال الذكاء الصناعي إليه في البداية
دخلنا تقنية الفويس ريكوجنايزيشن، او يعني عن يعني التعرف عن التعرف على الأوامر الصوتية، وكان تركيزنا واهم ما في النجاح الذي حققنا في هذا الجانب انه كنا يعني بالأوامر باللغة العربية لخدمة الناس في مجتمعنا في بيئتنا المحيطة. استخدمنا يعني وحدة الفويس ريكوجنايزيشن يونت لتحقيق هذا الغرض، تقوم باستلام الأوامر الصوتية من عن طريق المايك من المريض، وتعمل لها بروسيسينج، وثم تعطينا يعني تحولنا هذه الأوامر إلى سيجنالز، بحيث أننا نقدر ندخل في الجانب الكهربائي من الكرسي، بحيث ممكن نوصلها تعمل أوفر كنترول على الجزء الكهربائي من الكرسي المتحرك. كرسي ذكي متعدد الخصائص ومتنوع الاستخدام كان نتاج عمل طويل وجهد شاق ومراحل متعددة استعانوا فيها بالكثير من الخبرات وصولا إلى هذا النجاح. أهم ميزة فيها أنه استخدمنا ميزة الصوت اللي هي عادة مش متوفرة بالكراسي اللي هي حاليا متوفرة في السوق، فكانت هذه هي أهم ميزة اللي سببت نجاح لعملنا. وكمان كان من أهم مميزاته إنها كانت تعتمد على اللغة العربية اللي هي اللغة الأم اللي بينزل فيها الكرسي، وكمان هو يدعم لغات أخرى بس إحنا استهدفنا اللغة العربية. يمشي عن طريق الصوت، صوت المريض نفسه، بحيث إنه المريض يتحكم بحركة الكرسي يمين يسار، وده كله كان باللغة العربية عشان يكون متداول أكثر هنا، يعني الناس يقدروا يستخدموه. فطورنا هذه الفكرة إنه بحيث إنه بالصوت يكون أحسن ل يعني في حالة إنه المريض ما يقدر لا يستخدم لا أرجله ولا يديه، يعني شلل رباعي بيكون عنده. ففي حالة إنه المريض كمان ما يقدر مثلاً يتكلم أو شيء، فممكن نحن بالعصا الإلكترونية في حالة إنه يقدر يعني يستخدم أيدي في عصا إلكترونية، هذا الخيار الثاني. الخيار الثالث هو إنه إذا ما يقدر لا يستخدم لا صوته ولا أيديه وكذا، في عن طريق تطبيق الجوال. إيش هو تطبيق الجوال؟ تطبيق الجوال هو تطبيق أندرويد إحنا عملناه بحيث إنه في شخص مساعد له يقدر يتحكم بحركته عن بعد، في عن طريق جهاز قطعة بلوتوث متصلة بالجوال، والشخص يقدر يتحكم فيها ويعني يقدر يتحكم بالكرسي. كرم هؤلاء الطلبة بالمركز الثالث في معرض الاختراع والإبداع الأول بعدن، الأمر الذي ولد لديهم الرغبة في مواصلة هذا النجاح، مؤكدين أن مشاركتهم في معارض الاختراعات القادمة ستكون بأفكار متجددة واختراعات أكثر تطورا. فزنا نحن بالمركز الثاني في التطبيقات الهندسية الميدالية الذهبية، وفزنا بالمركز الثالث على مستوى المعرض الجائزة الثالثة. كان الشعور عندما كان يوم الحفل الختامي في كلية الآداب، عندما كان يذكر اسم مشروعنا يعني كان شيء غريب كذا، صدمة بالصدق، يعني ما توقعناها يعني، لكن دعم بعضنا لبعض هذا سر النجاح الحقيقي. كان يعني النجاح ان كانت خطتنا يعني ما في سقف محدد، كل شيء ممكن. الشيء الوحيد اللي ممكن يقيدنا هو عامل الوقت. تحت هذه الفكره، تحت هذا الاطار، نحن قدرنا ننجز شيء ممكن نسميه يعني ابداع، او ممكن نسمى اختراع. ونتمنى أن لا يكون المعرض الوطني لاختراع الإبداع فقط، أن يكون هناك معرض وطني ثاني وثالث ويستمر مستقبلا إن شاء الله. على الرغم من وجود الدعم المعنوي الكبير الذي لمسوه،
إلا أن الدعم المادي يكاد يكون ذاتياً، مما دفعهم للتخلي عن بعض التطويرات في اختراعهم الذكي، تاركين ذلك للمستقبل القريب إن توفرت لهم الإمكانيات. عندنا مجموعة من الأفكار اللي نش يعني نطورها بهذا الكرسي. أول فكرة إن إحنا كيف بنخلي هذه البطارية تشتحن مش من الكهرباء، واللي إحنا نزوده بألواح شمسية بحيث إنها تشتحن دايرك. طبعاً بلادنا بلاد مشمسة، فبنكون وفرنا نقطة من ناحية الشحن وهذه المشكلة. كمان التطوير الثاني إن إحنا نش نحوله من كرسي يستقبل أوامر صوتية وينفذها إلى كرسي ذكي يستطيع التفكير. وهذا من خلال يعني طبعا أجهزة فيه متخصصة بهذه الأشياء متوفرة بالصين، طبعا أسعارها غالية بالدولار ويعني ما قدرنا نشتريها. هذه الأجهزة تقرأ موجات الدماغ بحيث إنه يقرأ المريض هذا إيش يشتي من إيش يفكر من حركة يتجهها بهذا الكرسي. فهنا بنكون أتخلينا عن الصوت والحركة اليد واعتمدنا على موجات الدماغ والتفكير يفكر فيها المعاق. وكمان إيش اسمه في كمان جانب ثاني انه مثلا نشتي نطور الادوات اللي استخدمناها مثل ادوات الصوت استقبال الصوت وكذا. في ادوات ذات كفاءه عاليه وطبعا سعرها غالي، فان شاء الله لو طورنا نطوره ذات تكون كفاءته اعلى من هذه الكفاءه اللي الحين نستخدمها. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير وإلى اللقاء.